مرحبا شوريا. مرحبا. أهلين أنسي. لحتى أكون صريحة معك، ابنك كتير ذكي وشاطر. شكرا لإلك. هو أخذ أحسن علامة. عن جد؟ إيه، وهو من الناجحين. فيكي تجي بكرة مشان تسددي الرسوم، مشان تكملي إجراءات القبول بالمدرسة. سمعتها. وهلأ صار فيكي تروحي، صرت بتعرفي شو نتيجة شوريا. ابني خود. ليش لساتك ما عم تقدر تشيل أرمي من راسك؟ خلص انساهن، هنن ما بقى راح يرجعوا، ماشي؟ وكمان الأهم من هاد، أرمي ما بتستاهلك. أنت فيك تتزوج بنت تانية وأحسن من أرمي. إيه؟ أنا ما بدي بنت تانية أمي، أنا بدي أرمي وبس، ماشي؟ وما بدي إياها لأنه ما في بنت مثلها أبداً. أنا بدي إياها لأني ما بقدر أني اسمح لمرتي تتركني وتطلع من هون. سامرات سينغراثور هو اللي بيقرر مين بيجي ومين بيروح، بس العالم اللي حواليه ما في عندهم هذا الخيار. بنوب، عم تفهمي؟ بدها ترجع لعندي وبالقوة كمان، وأنا اللي رح حاسبها لما ترجع. كيف بدك تفهمي علي؟ أصلاً أنتي مانك أمة الأورمي، صح؟ ها؟ شو اللي عم تقصده؟ رح أعطيكي مثال على هذا الشيء، رح أشرح لك. شوفي لقلك، هاي الإيد أنتي. أنا؟ وهي المصاري. شو؟ إذا انفصلوا عن بعضهم، إيه؟ شو بتعملي؟ بتحاولي تتمسكي فيهم أكتر. إيه؟ وهيك أرمي رح ترجع من شان ابنها، فهمتي؟ ورح تترجاني لحتى تقدر تجي تعيش مع ابنها. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.